يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هي الحجة اللي فوق الكلية بنسمع عنها من أيام سنة أولى، وأعتقد أن حضراتكم جميعا بقيتوا عارفين أن هذه الأدزينة عبارة عن أدزينة المظلة وأدزينة الكورتكس. الأدزينة المظلة ديت من أيام سنة أولى بتشتغل مع السيمباثيك بتطلع أدرينالين وهرمون الأدرينالين، وهي نوت إسينشال فور لايف. تفتكر الكلمة دي كويس؟ أنا لو شلت الأدزينة المظلة بتاعت حضرتك مش هيحصل حاجة. كل مشكلتك إن لما الكلب بيدي وراك السيمباثيك كجهاز عصبي هيشتغل ولكن اقل شويه من قوته الطبيعيه. ليه؟ لان السيمباثيك هو اصلا جهاز عصبي. اذا هو كده كده شغال، ولكن الذي سيفتقد المرء هو القوه الاضافيه بتاعت الادرينالين بس. انما انا كلب ضربات قلبي هتبقى يعني مش بنفس السرعه لان الادرينالين ما طلعش، لكن هعمل الفاز كونستكشن عادي، هبص بعيد عادي، كل الحاجات بتاعت زمان هعملها عادي. وعشان كده اعمار الادرينالين المضاده دي مش عاليه. لكن الحمد لله انا اوريدي هشرح لك السيمباثيك الثاني وعلى ايه بقى، لكن احنا عايزين نتكلم عن الادرينال كورتكس اللي بره. واعتقد ان انتم من الهيستولوجي بقيتوا عارفين ان انا لو خدت القشره دي الحمد لله فتحتها طلعتها بره وبصيت عليها هلاقيها ثلاث طبقات. ثانيه نطلع هون؟ لا فتشك على التيرويد. طب طب احنا مع عمرو بعد ليش؟ شو مع دكتور عمرو خلصنا التيرويد اليوم، اليوم المفروض اشرح عمرو عم تلعب. احنا عبد الرحمن يشرح الكورتيكوستيرويدز العافية ودخل كل قدر السحن لهذا الدكتور. فلو حضرتك طلعت الادرينا الكورتكس بتاعت البني ادم عندكم هيستولوجي موجودة ولا لا؟ عندكم تهيالي ايهم هم بتوع الهيستولوجي يقول لك ايه؟ خد بالك الزينة الكورتكس دي ثلاث طبقات، وطبقة باللاتيني يعني زونة، فالجماعة اللاتينيين بتوع الهيستولوجي قالوا الزونة اللي بره زونة جلوميريلوزا، واللي في النص اسمها زونة فاسيكيوراتا، واللي جوه خالص ديت اسمها زونا ريتيكيولاريس. اسمها ايه؟ زونا ريتيكيولاريس. وقالوا لي خد بالك اتفضل يا دكتور ناصر. شكرا يا مربيع حبيبي تسلم. قالوا لي خد بالك ان كل طبقه بتطلع هرمونات خاصه بيها، يعني زونا جلوميريلوزا هتطلع هرمونات هنتكلم عليها الحصه الجايه عمال بتشتغل مينلي على المينرالز الصوديوم والبوتاسيوم، فسموهم العلماء يا دكتوره نوره المينرالو كورتيكوينز. سموهم ايه؟ مينرالو كورتيكوينز، واهمهم هيبقى الالتستيرون ان شاء الله. انما الزونا فاسيكيولاتا اللي هي الكبيره اللي في النص بتطلع هرمونات هنتكلم عليها النهارده، اهم شغلانه ليها في الميتابوليزم، وعلشان كده يا سلسبيل اتسموا جلوكو كورتيكويد. بينما الزونا الريتيكولاريس ما بتطلعش غير شويه سكس هرمون من شويه اندروجينز والقليل من الاستروجين. هنتكلم عليهم نحاول النهارده برضه اسمع. فلو سالت حضرتك تاني انا لسه ما بداتش اي حاجه مهمه ابشرك، احنا مش هنسالك على الكلام ده، بس انت كدكتور لازم يا سليمان تبقى فاهم. احنا بنتكلم على غده اسمها الادرينال جلاند، لكن دلوقتي هنشرح تحديدا حاجه اسمها ادرينال كورتكس. ادرينال كورتكس ترى اللي بره اسمها جرانيول، واللي في النص فيسيكولاتا. الزونا جلوديوزا هتطلع ايه؟ والزونا فيسيكولاتا والزونا ريتيكولاس هرمون. وده كلام سهل وبسيط ما بتكرش عندكم مشاكل، لكن الحقيقه ان قبل ما ابدا انا عايز احكي لكم عن تصنيع الادرينال كورتكس وهرمونز عموما. فاهم بشار قال يا دكتور لا ده كلام قديم. طب ركز بقى علشان هحط لك كلمه جديده دلوقتي مهمه جدا جدا جدا. ادي يا دكتوره زينب
الادرينال كورتكس بتاعتي واحده من الخلايا. وحضرتك يا دكتوره سهى المفروض انك فاكره اني ما بخزنش الهرمون. ليه يا سهيله ما بخزنش الهرمون؟ ما كنتيش انت معانا، لان الستيرويد هرمون مصنع من الكوليسترول، فهيبقى ليميت جوه كيس ليميت، عمره ما هيعرف يقعد جوه، هيطلع غصب عنه. امال انتوا مخزنين ايه؟ لا يا دكتوره نورا، احنا مخزنين حاجه اسمها الكوليسترول استر. ازاي؟ ركز بقى عشان النقطه المهمه جايه يا حسن. وفي نفس الوقت احنا حاطين بره ال دي ال ريسبتور. حيتان البايوكيمستري اللي معايا قالوا يا دكتور طالما انت حاطط ال دي ال ريسبتور يبقى بتجيب من الرايبوبروتينز اللي بره الكوليسترول بره. انت دلوقتي بتدخل الكوليسترول في البيز لاين. هذا الكوليسترول اللي انت بتدخله كفايه انك تصنع الهرمونات في البيزال كونديشن. انا قاعد دلوقتي الخلايا بتاعتي بتدخل، انا مخزن شويه كوليسترول، لكني كمان طول الوقت يا امينه بدخل شويه كوليسترول صغيرين بصنع بيهم الهرمون، لان انا بصنع الهرمون دلوقتي بكميات قليله. فجاه جالي اشاره ان احنا عايزين هرمون كتير، فقامت ال ACTH. فاكر ال ACTH ده الهرمون اللي بيجي لنا من الانتيرو بيتيوتري، هيقوم جاي مشغل انزيم اسمه هيدروليز عشان يكسر الاستر، فيبدا الكوليسترول اللي متخزن يتصنع هو في الهرمون. فبص لي بقى على البورد كده كويس عشان انا عايز اسالك سؤال الام سي كيو. Under basal conditions to synthesize the adrenal cortex hormone there is use of the cholesterol ester stores. صح ولا غلط؟ غلط. Under basal conditions انا ما بستخدمش الكوليسترول اللي انا مخزنه. امال بستخدم مين؟ بستخدم الكوليسترول اللي هو اصلا بيخش لي. طيب under stimulation of ACTH free cholesterol from the LDL receptor is enough for adrenal cortex hormones. خلاص طالما ال ACTH جه يبقى انت محتاج كميات كبيره. يبقى يا اسامه الفري كوليسترول اللي بيخش لك ده مش هيكفيك، لازم تعمل ديستراكشن للكوليسترول او لازم تفك الكوليسترول. معايا دكتور ايه بقى؟ صعبه الحكايه دي، خد بالك منها عشان تسال عليها في الام سي كيو. الاي سي تي اتش بيحصل البيزل. لا البيزل ده كده كده بيخش. الاي سي تي اتش هنعلق عليه بعد شويه، هيجي يشغل انزيم اسمه كوليسترول استر هيدروليز. ايوه. هذا الهيدروليز شغلته ايه؟ يكسر الاستر. فيدي لك الكوليسترول اللي انت مخزنه، اتفضل تصنع بدا زياده. معايا يا عمار؟ صعبه؟ اكيد. اما نبدا انا وحضراتكم نتكلم على اول حد مهم عندي وهو الجلوكو كورتيكويد. فقامت الدكتوره زينب قالت لي دكتور قبل ما نخش في الاكشن اللي هي الموضوع المهم، انا عايز حضرتك تشرح لي اولا بيتصنع ازاي، وبعدين الترانسبورت ايه، وبعدين الميتابوليزم ايه، لان دوت هيبقى مهم جدا في معلومات كلينيكال خطيره هقولها لك بعد شويه. قلت لهم طيب الكوليسترول انا بصنع جلوكوكورتيكويد هصنعه من ايه؟ كوليسترول. خلاص يا محمد انا قلت لك لو انت في البيزر كونديشن الفري كوليسترول، لو انت في الستريس كونديشن هتكسر الاستر. المهم بقى معاك الكوليسترول اهو، اعمل بيه ايه؟ قالوا لي بص احنا هناخد هذا الكوليسترول نخش بيه جوه الميتوكوندريا. فاكره يا اميره ان الميتوكوندريا ليها ميمبرين اوتر وميمبرين انر، فانا هقوم داخل يا نورا من الميمبرين الاوتر واخش للميمبرين الانر، فهتحول الى ماده اسمها بريجنانولون. اسمها ايه؟ بريجنانولون. حلو.
طوعت ما تبقى بلجنان لون. قالك هيودوني على الاندوبلازميك ريتيكولم. هيودوني فين؟ فلما اخش الاندوبلازميك ريتيكولم بطلع حاجه اسمها 11 ديوكسي كورتيزول. بطلع حاجه اسمها ايه؟ او نرجع تاني جوه الميتوكوندريا فيعملوا لي هيدروكسيليشن اتحول الى الكورتيزول. كنت بذاكر انا الدكتوراه من حوالي 4 أو 5 سنين، فكان في شابتر تصنيع الكورتيزول كانوا حوالي 15 خطوه، هم مختصرهم لكم دول 3. انا شخصيا جت على لحظه واقسمت ان لو قالوا لي السؤال ده هو اللي جاي لك في الامتحان برضه مش هذاكر. مش عارف ده 15 خطوه مرعبه وانزيمات مرعبه، بس بصراحه عمال الثلاث خطوات دول سهلين. عندك انت الموضوع متبسط. انا هستخدم حاجه اسمها ايه؟ قلت عليا حاجه اسمها ايه؟ اول مره هخش جوه احولها الى طاين نور، احولها الى لجنان لون، احولها الى اسمع عادي. تاني خطوه هقوم رايح على ليه نقف عشان نقول كلام ما يخصناش؟ ده شويه بايوكيمستري ما لهمش لازمه، هنعرفهم بسرعه ونمشي. انا بستخدم حاجه اسمها الخطوه الاولى دخلت طلعت اسمي، في الخطوه الثانيه دخلت طلعت اسمي 11 ديوكسي كورتيزول. اسمي ايه؟ 11 ديوكسي كورتيزول. في الخطوه الثالثه رجعت تاني ممكن طالع اسمي. شكرا شكرا قوي الحمد لله بس خلاص بوت. السلام عليكم. سلام. فقامت الدكتوره سهى قالت لي دكتور ترانسبورت ومشيت اسنان. طب حضرتك فقامت الدكتوره سهى مع انها واخد قالت على فكره دكتور اي ستيرويد او ثايرويد ما ينفعش يمشي فري. يعني لو انت بروتين هرمون انت ممكن تمشي فري او ماسك انت حر. انما هنا لا، النسبه الفري 10% بس، 90% باوند تو بلازما بروتين وده اللي متخزن. فاكر يا دكتور والله في حصه الانتروداكشن ما كنتش معانا انت، بس كنا بنقول ان الاستيرويد هرمون لا يخزن في الخلايا. ليه لا يخزن في الخلايا يا فاطمه؟ لان هو نفسه كوليسترول ما ينفعش يتحط جوه الخليه في سلم البدن، ما ينفعش. يا اما تخزني الكوليسترول استر جوه الخليه، يا اما بره الخليه تربطي الهرمون بالبروتين فما يعرفش يشتغل. يبقى مين اللي بيشتغل يا سلسبيل؟ ال 10% الفري حسب. طب ال 90% اللي باوند تو بلازما بروتين بيشتغلوا؟ لا. دول اللي هم ستورج فورم يا عبد الرازق. ركز قوي. طب وال 90% دول عباره عن ايه؟ قال لك 75% منهم حاجه اسمها ترانسكورتين. ده جلوبولين. و 15% منهم البيومين. على فكره الاثنين خصوصا الترانسكورتين بيتصنعوا في الليفر. فاكر الكلمه دي كويس يا سهيل. صعب 10% فري 90% باوند. باوند ايه؟ على 75% منهم باوند للجلوبولين اسمه ترانس كورتين. ترانس شيال كورتين كورتيزول. و 15% البيومين ماشي صنعوا في الليفر. ثم بعد كده لما الهرمون يشتغل ويخلص فعند الليفر بناخده ونعمل حاجه اسمها كونجوجيشن وذ جلوك هيورونيك اسيد. طبعا تانية جديد غير حسام، حسام لسه ما خدش فارما، انما تانية جديد حيتان فارما، اما اقول لهم بقى ازاي بنعمل ميتابوليزم لاي هرمون يقول لي يا بيه انت حوت طيب لازم يعني. لكن اهم ميتابوليزم ان الليفر ياخد الهرمون يربطه بحاجه اسمها جلوكونيك اسيد. الليفر برضه. فيخش عليك عيان عنده ليفر ديزيز. فتلاقي عنده اعراض كوشنج
ايكوشي ده زيادة الكورتيزون. فبتقول يا الله هو عنده مشكلة في الكورتيزون في دمه؟ تعالى تاني. أمال ليه عنده أعراض كوشين؟ عشان الفري كورتيزون زايد. أنت فاهم حاجة يا أسامة؟ الكورتيزون بيطلع بنفس الكمية، مفيش مشكلة في الغدة. بس البروتينات دي مش موجودة. فأغلب اللي بيطلع في صورة فري. طب بعد ما يشتغل المفروض يروح الكبد علشان الكبد يخلصت منه، الكبد مش شغال، يفضل شغال تاني. فيبقى نشاط الكورتيزول عند العيانين اعلى من الطبيعي. مش عشان الهرمون زياده يا دكتوره فاطمه، وانما علشان هناك ليفر ديزيز. ايه؟ هل هو زياده من الغده؟ يعني هل في نشاط زايد من الغده؟ لا، الغده بتطلع بنفس الكميه بتاعتها. ما ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في كميه اكبر فري، واللي حصل ان مفيش ميتابوليزم. ولو حضرتك يا دكتور بطنه شاطر قوي، مش شاطر نص نص، مش نص نص دوت هيبقى بلح، مش فاهم حاجه. دكتور بطنه شاطر قوي هيلاقي ان عيانين الليفر بعد شويه بيجي لهم هشاشه عظام. مش هيبقى عارف ليه. انا بقول لك النهارده الكورتيزول بعد شويه بيكسر العظم. فعيان الليفر هيجي له هشاشه عظام عشان الكورتيزول عالي. مش عالي من الغده. بس الليفر ما عرفش يخلصني منه. والليفر ما عرفش يصنع البلازما بروتين. فبقى الكورتيزون كل حاجه في زياده الكورتيزون هتلاقيها عند عيان الليفر. ليه يا زينب؟ لان الليفر لم ينجح في صناعه البلازما بروتين اللي يمسك الكورتيزون ولم يتمكن من عمل ميتابوليزم للكورتيزون. فاهم عمار ولا بتتاوب بس؟ لا فاهم؟ صعبه؟ اسمع بسرعه قوي الثلاث جمل اللي انا قلتهم. تصنيع الكورتيزون ثلاث خطوات، البداية بحاجة اسمها حاجة اسمها الخطوة الأولى مايتوكوندريا. أطلع اسمي أسمع ريجنانو لون اسمي ريجنانو، وبعدين أروح أطلع من هناك اسمي، وبعدين أرجع تاني أطلع بقى من هناك اسمي، وبعدين الترانسبورت 10% بس 90% باوند 75% باوند للراجل اسمه ايه؟ ترانسفير 15% باوند حاجة اسمها والمسؤول عن صناعة البلازما بروتين دايما هو ليفر. الميتابوليزم اللي هيعمله هو ليفر، وهيبدا يربط الكورتيزول بحاجة اسمها اي ليفر ديزيز سيصاحبه زيادة في كمية الكورتيزول اللي بتشتغل بغض النظر عن زيادة سكريشن الادرينالين. صعب. طيب ميكانيزم اوف اكشن اوف كورتيزول مش هنتكلم عليه. انت واخد بالك الاول يا دكتور نورا ان انا عمال اقول كلمه جلوكوكورتيكويد وبعدين ابطل اقولها واقول كلمه ايه؟ كورتيزول، لان هو ده اهم جلوكوكورتيكويد عندنا. في واحد تاني اسمه كورتيكوستيرون ولكن قوته كلها 4%. انما المسؤول عن اغلب شغل الجلوكوكورتيكويد هو واحد اسمه الكورتيزول. اسمه ايه؟ كورتيزول. وما هو الكورتيزول؟ ان كنت لا تعلم فاعلم. الكورتيزول هو الهرمون المناظر للكورتيزون اللي هو الدواء. يبقى ايه الفرق بين الكورتيزون والكورتيزول؟ في فرق كيميائي بسيط. لكن كشغل احنا زي بعض بالظبط. لكن الكورتيزول ده الهرمون اللي في جسمي والكورتيزون ده الدواء اللي بيصنعه. الطبيعي ان انا اشرح لكم دلوقتي ميكانيزم اوف اكشن، بس نورا قالت لي لا خلاص بقى. قلت لها خلاص ليه يا نورا؟ قولي انت يا نورا. قولي يا نورا. قولي ميكانيزم اوف اكشن بتاع الجروب كنت كويس. كسر الكورتيزون. المفروض. وماله نورا ما تقوليش؟ قولي انت يا سلسبيل. ستيرويد. يبقى ده سيكتور فين؟ وبعدين نيوكليس دي ان اي ترانسكريبشن ار ان اي ترانسكريبشن بروتين سنتر. شكرا يا مولا. عارف انا ما عملتش جواب كتير مش حاضر ايه؟ ما انا منتظر اتحمل كل اللي بيحصل ده. شغلت تكييف؟ شغلت تكييف؟ شغلت ايه؟ انا بقول لك شغلت تكييف لسه حد تاني.
ركز بقى علشان احنا وصلنا للي احنا عايزين الاكشن. ودي بقى المصيبه الصغرى دلوقتي وفي الفاضمه في البطنه. هتبص تلاقي اول ما يفتح باب الكورتيزون هتلاقي مثلا في بتاع 10 12 صفحه اكشنز بيعملها الكورتيزون ولا الكورتيزون. لو سمحت لازم كلهم على البولد مش البولد في كل الاكشن. فبدايه انا وانت يا حنين هنقسمهم ثلاث مجموعات. مجموعه اسمها بالمثل ومجموعه اسمها فيسيولوجيكال ومجموعه اسمها فارماكولوجيكال. يعني المفروض هتسمعوهم اكتر عن بتوع الفارما بس كله بيحصل. الدكتوره سهيل قالتها ولما كله بيحصل قسمتوهم على اساس ايه؟ قدرها على اساس الكميه المطلوبه. يعني الكورتيزول بكميته القليله دي ما بنصفش. بكميته الطبيعيه هيعمل الفسيولوجي. لما كميته تزيد يعمل فارماكولوجي. فبسال انا هل المفروض ان الكورتيزول بالكميه الطبيعيه يعمل فارماكولوجيكال اكشن؟ لا. طيب الكورتيزول لو موجود بكميه صغيره يعني اقل من الطبيعي يقدر يعمل فارماكولوجيكال؟ لا. طب يقدر يعمل فسيولوجيكال؟ لا. طب يقدر يعمل بالمثل؟ اه. لو انا عندي كورتيزول قليل هتحصل البلمسل اكشن. والمفاجاه انه مش انا اللي بعمل البلمسل اكشن، ده هرمون تاني بيعمل اكشن بتاعه. بس لابد من وجودي وكاني اسمح للاكشن انه يحصل. سمعتيني يا بقى؟ هرمون تاني بيعمل الاكشن بتاعه. طب وانت مالك الكورتيزون؟ لا لا انا لازم ابقى موجود كان انا اللي بوافق له. حكايه كان انا اللي بوافق له حسن دي تبدو وكانها مهمه لارتباط الهرمون بالريسبتور بتاعه. يعني مثلا يا اسماء هيعدي علينا الجلوكاجون. فالجلوكاجون بيعمل حاجه اسمها جلايكوجينوليسيس. معلش يا ولاد هو مين اللي بيعمل الجلايكوجينوليسيس؟ الجلوكاجون. طب حضرتك كاتبها ليه مع الاكشن بتاعت الكورتيزول؟ ما هو انا لازم ابقى موجود. انا ليا بالمسيف اكشن. يعني ايه ليا بالمسيف اكشن يا سهيل؟ يعني انا لازم ابقى موجود عشان الجلوكاجون يعرف يعمل جلايكوجينوليسيس. طب في سنه اولى الادرينالين والنور ادرينالين اللي هم الكاتيكولامينز كانوا بيعملوا حاجه اسمها بازو كونستريكشن. فاكرين الحدوته بتاعت السمباتاتيك والبازو كونستريكشن؟ مالك الكورتيزول بالموضوع دوت يا فاطمه؟ لازم ابقى موجود. هو انا لازم ابقى موجود. اسمها ايه الحكايه ديت يا رانيا؟ اسمها بزنس الاكشن. حتى يا اخي الجروث هرمون بتاع الحصه اللي فاتت كان بيعمل برضه جلايكوجينوليسيس ولايبوليسيس. صح؟ بس انا ما اقدرش اعمل لايبوليسيس الا لما لازم موجود. يا حنين في البروجريسيف اكشن الصراحه مش انا اللي عملت. هرمون تاني كان بيعمل بس انا ايه؟ أنا لازم اسمح لك. يعني سؤال لو رايح هتذاكر مش هتعرف تخش قاعده المذاكره ولا ايه؟ لا خش اتفضل يا باشا. انا مش انا اللي هذاكر، هي اللي هذاكر مش انا اللي بسمح لها. ده معنى كلمه بروجريسيف اكشن. معايا يا تعالى هنا. تسعه. لا مش تسعة اكشنز، تسعة مجموعات من الاكشنز الفسيولوجي. وركز قوي عشان هتحفظهم كده تطلع من القاعه طول حياتك حافظهم ومستسلمهم. انت هتطلع تغرق جوه الورق والكتاب. ما تطلعش من القاعه بعد الحصه ولا فاكر. فقسم معايا واحد انا هشتغل ميتابوليك. ودي اول حاجه لازم تكتبيها سلسبيل. ليه؟ لانه انما سميت الجلوكوكورتيكويد جلوكوكورتيكويد بسبب شغلها ثم خمسه سيستمز السي ان اس والسي بي اس وبعدين الكيدني.
وبعدين المصل وبعدين البلاد سيلز. ثم ثلاث كمان حاجات. ثلاث حاجات كمان. هشتغل في الاستريس. عشان كده من ساعه ما شفتك وانا عمال اقول لك الكورتيزول هو الانتي ستريس. ثم رقم 8 هاثر على الشهيه الابيتايت. وبعد كل ده بص بقى انا هقول لك ان لسه في اذر اكشنز. توفيق ده لسه هنخش في التفاصيل. الفسيولوجيكال اكشنز بتاعت الكورتيزول كام حاجه؟ كم حاجه؟ تسعه. بس اول واحده ميتابوليك. اول واحده ميتابوليك. وبعدين الخمسه سيستمز اللي هم سي ان اس سي ان اس سي اس كدني منظومه العضلات دوش سيستمز. خمسه سيستمز سي ان اس سي ان اس سي بي مسل مسل تاني خمسه سيستمز سي ان اس سي بي اس كدني منظومه العضلات. يبقى واحد ميتابوليك وخمسه سيستم سي ان اس سي بي اس وكمان ثلاث حاجات ستريس ستريس. نبص في الورق كتاب ازاي صح وفي الكتاب ثلاثة والله. وانا حسن كتبت ايه؟ كتبت اخلص مونة ظالمة ومفترية وسهيل احتمال تكون لسه شايفاني ظالم ومفتر. بس الناس اللي عندها ضمير شايفين ان الكلمة دي هي فعلا صح. هتيجي على البروتين وتكتب ايه؟ بريك داون بريك داون بروتين امينو اسيد. مش هندخل امينو اسيد في الخلايا وهنخليهم بايظه ونعملوا بيهم نيوجينس. طبعا الكربوهيدرات واضح ان انت هايبرجلايسيميك يبقى هتسيب الجلوكوز بره الخلايا وهتبدا تزود الجلايكوجينوليسيس والجلوكوجينوليسيس وتقلل الجلايكوجينوليسيس. طب وعلمت واضح ان انت هايبرجلايسيميك كيتوجينيك يبقى بيشغل هرمون سنسيتيف لايبيز وتوقف اللايبوبروتين لايبيز تزيد الفري فاتي اسيدز في الدم واخدها اصنع بيها الكيتون بوكس. ادي فاهم اللي انا قلته؟ هو فاهم فخلاص انت عارف الصح. ده حتى اميره من قبل ما تروح متوقعه 2 اكسبشن وهي بتذاكر هتلاقي فوق انه بيكسر البروتين في كل حته بس بيدخل الامينو اسيدز في الليفل. بس هي مش هتتفاجئ ما هي عرفت خلاص الليفل هو الاكسبشن الوحيد تمام. يبقى الليفل هو الوحيد اللي هياخد الامينو اسيد يا اما يعمل جلوكونيوجينسيس يا اما ان هو يصنع بروتينات هو اللي هو شايفه هو الوحيد اللي يقدر يخالف القاعده. طب على مستوى الكربوهيدرات بمنع دخول الجلوكوز في كل الخلايا ما عدا الليفل الوحيد اللي يقدر ياخد الخلايا هو تاني. انا بفكرك بالاكسبشنز في الميتابوليزم لو حضرتك نسيت. انا لما اقول لك انا هايبر جلايسيميك يبقى همنع دخول الجلوكوز في كل خليه. ما عدا الليفر. هعمل جلايكوجينوليسيس في كل حته. ما عدا الليفر. طب الليفر بيعمل ايه؟ الليفر بيسمع كلامي في الاول ويعمل جلايكوجينوليسيس بس لما يلاقي الجلوكوز زاد هياخده يعمل جلايكوجينوليسيس. في البروتين نفس الكلام. بيكسر البروتينات في الاول لغايه ما الامينو اسيد تزيد قوي يقوم واخدها جوه يا اما يحولها لجلوكوز يا اما لو لقى الجلوكوز زاد قوي يبدا يرجع يصنعهم بروتين كامل. فاهم اللي انا بقوله يا سؤال؟ صعب يا فاطمه؟ حد مش فاهم؟ كل الكلام قديم اصلا. احكي لي بس على السي ان اس اهم. رحت لفاطمه وقلت لها هذا الكورتيزول على السي ان اس مهم جدا للبيهيفير اند مود. خدوا بالكم عشان اقول دي الحصه الجايه تاني في الديستربنسز.
الطبيعي هتفهم بس مسؤول عن حالتك المزاجيه. عشان كده العيانين اللي عندهم كوتشنج اللي هحكي عليهم المره الجايه عظمهم بيتكسر استلوز وضغطهم بيعلى وسكرهم بيعلى بس احنا زي انت عندك الضغط يا حاج طب انت عندك السكر يا عم طب انت عظم بيتكسر ايه يا سيدي طب انت هتموت ما كلنا هنموت اخر مزاج المزاج العالي دوت مين اللي عامله له عم حسن مؤثرا على مين على السين مؤثرا على ايه على السين بس معلومه بقى للناس الشاطره الكورتيزول بيقلل النوم خصوصا الرم حد فاكر الرم والرم فالكورتيزول بيخليك تنام اقل ويقلل زمن الرم خدي بالك يبقى بيعمل ايه في الرم ما لو سالتك عن النوم عموما بيقل الرم اقل طب الرم تقول لي لا هو طالما الرم طالما الرم قل يبقى اكيد الرم زاد فاهم يا الواد؟ تعرف الرم والرم اصلا؟ ربنا يستر على الكارديو باسكولار سيستم الكورتيزول من اهم هرموناتك للمحافظه على ضغطك افتكر الجمله ديت بيزود الضغط لانه هرمون بوزيتيف انوتروبيك لسه انتوا ما خدتوش كارديو باسكولار يعني بيخلي ضربات القلب اقوى والكورتيزول هرمون بيقلل البرميابيليتي اوف ذا كابيلاريز فيمنع خروج الدم بره الشعيرات الدمويه فحجم الدم يزيد الضغط يزيد بيقلل الفازودايليتور بروستاجلاندينز حسام يعرف اكتر منكم ان لما يقل الفازودايليتيشن يحصل فازوكونستريكشن ولما يبقى فيه فازو كونستريكشن الضغط بيزيد يبقى بشار الكورتيزول في حالته الطبيعيه مخلي ضغطك كويس في حالته الطبيعيه عيانين كوشنج الحصه الجايه يا حسن هيحصل لهم ايه؟ هيحصل لهم يا حسن؟ طب عيانين اديسون اللي ما عندهمش كورتيزول هيموتوا بنقص الضغط عند فاكر الحصه اللي فاتت في البان هاي وبيتفرزوا ان نقص الكورتيزول دوت هو اللي موته موتك ليه بقى؟ مفيش جلوكوز ومفيش ضغط صح مريم؟ ما هو انا اللي مظبط لك سكرك وانا اللي مظبط لك ضغطك لو انا مش موجود سكرك في الارض وضغطك في الارض احكي لك تاني المره دي طبعا رحت الكيدني فاكرين يا ولاد انابيب الكدني؟ نعم فاكرينها دي؟ لسه ما نفهمش فيها كتير يعني بس فاكرين ان احنا بنمتص الحاجات من الكدني صح؟ الكورتيزول اصلا بيزود الجي اف ار يعني ايه الجي اف ار يا سهيله؟ يعني كميه الميه بالاملاح من الدم اللي بتقع في الانبوب بيزودها ويقلل امتصاص الفوسفات معلش في حاجات هنا مش هتفهموها مرتبطه بطلبكم كده دلوقتي. وكمان هذا الهرمون مهم للفري ووتر اكسكريشن ومهم لتصنيع الامونيا. ايه اخر اثنين دول؟ انت جسمك فيه ميه المفروض انها متناسبه مع الاملاح صح؟ اللي هي الاجبار دي. لو الميه بقت زياده عن الاملاح يمكن ساعتها ان احنا نقول عليها سوها كلمه فري ووتر نقول عليها ايه؟ فري ووتر. هل حضرتك تحب تحتفظ بالفري ووتر؟ لا احب اخلص منه. تخلص منه ازاي؟ قلنا الاي دي اتش ومع الاي دي اتش الكورتيزول يساعد في التخلص من الميه الزياده اللي مالهاش معنى. ده اسمه ايه دوت السلسبيل؟ free water excretion اسمه ايه؟ free water excretion اسمه ايه؟ free water excretion اسمه ايه؟ free water excretion طب وايه الامونيا دي؟ قال لك الامونيا دي هتفهمها برضه في الكدني معلش يا مشار
بس دي مهمة في التخلص من الهيدروجين في جسمك، وده مهم للمحافظة على البي اتش علشان في الكيدني ويطلع بحاجات صماء كده. ما هو هنا برضه مشكلة، ما انت كنت لو غدتك الكيدني قبل الاندوكراين في حاجات مش تفهمها عليك، ولو غدتك الاندوكراين قبل الكيدني بس هم جنب بعض. العضلات، انا مهم لتصنيع الاسيتايل كولين. فقامت الدكتورة رانيا قالت لي يبقى انت مهم للكونتراكشن. انا من سنة اولى عارفة الاسيتايل كولين. ركز بقى في البلد علشان تأثيراته غريبة جدا. واحد، انا هزود الار بي سيز والبلد. اثنين، هزود النيوتروفيلز. ثلاثة، هقلل باقي الوايت بلاد سيلز. بس انا هكتب جنب النيوتروفيلز بالعربي كده العدد في الليمون. يعني ايه العدد في الليمون؟ انا زودت النيوتروفيل. طبعا انا بشتغل مصر كانت رخيصه ارخص من البلد الازرق اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، فكان الليمون ده ارخص حاجه. لدرجه يعني دكتور اسمعك كنت حضرتك تشتري كيلو ليمون كله بجنيه. فكان الراجل ماسك عربيه بيزق عربيه الليمون في الشارع ده بيبقى معاه مثلا بتاع 10,000 ليمون. بكام كله؟ 50 جنيه. 10 بتاع 50 معاه 50 جنيه 10,000 ليمون. بيقول لك العدد ملوش لازمه. العدد في الليمون. فلما اقول لك الكورتيزول خلى النيوتروفيلز العدد في الليمون يعني ايه؟ يعني زود العدد بس وقف الفانكشن. هتفهم حاجه؟ طب انا من قبل ما اكمل، مناعه العيال اللي بياخد كورتيزون اخبارها ايه؟ في الارض. بس انا مش هسالها لك كده لان انت هتبقى عارف. فاجي اقول لك اخبار الايزينوفيلز ايه؟ الايزينوفيلز قليله. هو قال لي كل الخلايا البيضاء ما عدا مين؟ اخبار المونوسايتس ايه؟ قليل. اخبار الليمفوسايتس ايه؟ قليل. اخبار النيوتروفيلز ايه؟ عالي. طب نشاط النيوتروفيلز اخباره ايه؟ قليل. هو مش العدد كبير؟ اه العدد كبير بس من غير فانكشن. حد فاهم؟ نيوتروفيلز العدد في الليمون. طب انا عايز اسال الدكتوره اميره او حد بكره عبد الرحمن الرحمن جاي يقول لها الكورتيزون بيعمل ايه؟ هيعمل انيميا ولا بوليسايفينيا؟ عيالي هياخد كورتيزون كتير هيبقى عنده انيميا ولا بوليسايفينيا؟ بالك علشان اللي بيتكتب على البورد دلوقتي دوت هتبقى السايد افكتس بكره في الفضل. تمام؟ يعني انت لما تركز كده انا بعد شويه هقول لك، انا هقول ايه الاكشنز بتاعت الكورتيزون؟ هتقول احنا محتاجينه في 1 2 3 4 انا عارف بكذا. طيب قول لي بقى لما تدي العيال الكورتيزون هيعمل ايه؟ هتقول لي هيعمل 1 2 3 نفس الكلام. معايا؟ ليه بقى يا دكتور صحيح من ساعة ما بدأت شغلانة الاندوكراين وانت كل ما تروح عند الاستاس تقوم كاتب قصاده الناحية الكورتيزول وتقوم كاتب وتقول لي اصل هو دوت الانتي ستريس هرمون؟ احكي لك يا عم، انت لما الكلب يجري وراك وده اسهل اشكال الاستريس، لا هقول لك امتحان ولا عملية ولا الكلب بيجري وراك، عايز ايه؟ تقول لي انا عايز طاقة وضغط. طيب ما خلاص مش انت عايز طاقة؟ انا اديتك، انا حاولت لك حتى الروتين عملته لك طاقة. طب وبالنسبة للضغط؟ ما انا اللي ظبطت الضغط. عشان كده البني ادم لو فضل عايش في حالة طويلة من الاستريس هيبقى الكورتيزول عنده دايما اعلى من الطبيعي، يبدا ضغطه يعلى ويبدا يكسر جسمه بما في ذلك بروتيناته. طب نتخيل ان انا معايا عيال شاطر قوي حيتان، يعني انتوا حيتان ولا نيله؟ بس انا بتخيل. حد فاكر في حصه الجوفه وانا قلت لك لو ربنا كرمك وفي الصيف رحت الجيم اتمرن جامد؟ اتمرنت جامد قوي. طب ليه ما اتمرنتش جامد؟ عشان يطلع كورتيزون. اتمرن جامد والجوفه مون يطلع لك على ابني. طب اتمرنت جامد قوي هتكسر البنين. فاهمين؟ قال يعني العيال حتتين. هنشوف.
كلها كم يوم وهتطلع درجه 90 اس ونقعد جنب الحيطه نسمع الزيطه الله يسيطر الله يرحمها ابيتايت طبعا ثانيه جديد المفروض ان هم كده حسام بس انا متاكد ان هم على نفس السيراميكا تمام هم حسام ثانيه جديد دول خدوا شابتر من لازم ان انت لسه عندك الترم الثاني فانا هقول لهم بس شوف السيراميكا اللي كلكم زي بعض عليها ان الكورتيزول هيبدا يزود ماده اسمها نيوروبيبتايد واي ويزود ماده اسمها الليبتين ويقلل ماده اسمها السي ار اتش لان السي ار اتش ده اللي بيطلعه يقول له شكرا حد يعرف ايه علاقه دول بالابتايد اصلا؟ ايوه طب قول يا عم السفاح لا انا قصدي في اولى فاكر المواد دي كان في اولى يا سلام اللي هم كان مش فاكر ده كان في حلقه تعمل جامد كده انا شايف ايدين يا عم واحد كانه بيموت اهلا زينة بقى ماله السهم الاسود ده بتاع الشهية السهم الازرق اللي الكورتيزون عمله عشان ما تتلخبطش بص كويس انا زودت ماده بتزود الشهية زودت ماده بتقلل الشهية بس انا قللت ماده بتقلل الشهيه في النهايه الشهيه يحصل لها ايه الحقيقه ان الكورتيزول بالنورمال ليفل ايكويفوكال يعني ايه ايكويفوكال يا رانيا يعني تقريبا زي بعض تقريبا طب لو الكورتيزول بدا يزيد الشهيه تزيد جايه منين المعلومه يا اسامه التوازن لمصلحه زياده الشهيه بص كويس على البوت عشان دي حته رخمه وفي ناس كتير مش هتحفظها بس لو انت واد ذكي يعني الصعبة خصوصا اللي خد ميتابوليزم. أنا هقلل السي ار اتش. وده ما بيخلينيش آكل. لكني هزود النيوروبيبتايد واي وده بيخليني آكل وهزود الليبتين وده بيخليني ما آكلش. مش مهم ليه وإزاي مش عايز أعرف هو ده الوحيد اللي فيدباك. طب نعملها بالرياضيات يا فاطمة. ده بيزود وده بيقلل أنا زودت الاثنين راحوا مع بعض. يبقى فاضل إيه؟ انا قللت اللي بيقلل يبقى الشهيه فاهم يا فاطمه عملت ايه؟ انا زودت ده وزودت ده ودول عكس بعض ضايعين مع بعض يفضل اني بقلل اللي بيشبعني يبقى انا مجعان معايا يا ابراهيم عيانين كوتشنج هتلاقيهم قد كده ليه قد كده؟ هبقى احكي لك على كذا حاجه بس نضها من نضها اللي هو عمال ويبقى عنده السكر الدكتور سهيل بتقول له على فكره انت ما ينفعش تاكل كتير هو سؤال سبيل مش عارف يوقف نفسه يا رجاله تمام لان دايما شهيته عندها تندنسي الى الاعلى تمام اخر حاجه حسام هيعرف ان ال لا بس انتوا كمان هتعرفوا من البايو ان الكورتيزول بيزود ماده اسمها سيرفكتنت وتعرفوها في سنه ثالثه بقى في استفاضه وهيبقى ويك منرالو كورتيكويد هيبقى ايه؟ أميرة قالت لي يعني ايه ويك منرالو كورتيكويد؟ قلت لها فاكرة زون الجلوكوزا اللي هيلعبوا على الصوديوم والبوتاسيوم بكرة دول ان شاء الله او بعد بكرة هو هيشتغل زيهم بس اضعف شوية. أنا رأيي أيوة هو مش أول الرن بس أنت ممكن تلم الجوز كلها. هي لسه ما خلصتش. بس بالك ايه لو كنا عايزين حصتين ورا بعض ده في سيولوجي مشكله مش بيا يا اخي لو عليها صح بص على الصوت كويس انا هسال حضرتك اشرح لي الاكشنز اوف كورتيزول هتقول يا دكتور الاول هقسمهم ثلاث مجموعات وفقا للاماونت كميه صغيره هعمل برمسل كميتي الطبيعيه هعمل سيولوجي هعمل فيسيولوجي كميتي الكبيره هعمل كميتي الطبيعيه هعمل فيسيولوجيكال ودول تسعه واحد وهو لازم واحد خمسه سيستم سي ان اس سي بي اس كيدني مالتي
ليا ما قالتش هنقول تاني الخمسه سيستمز سي اس سي اس كيدني مصدر وبعدين ثلاثه كمان ستريس قول عشان تحفظ مش تقول عشان تخلص في الميتابوليك هل في كتير تحت عنوان واحد وبعدين السي ان اس انا مسؤول عن و وبقلل ما بزود طب انا في الكارديو فاسكولار انا المسؤول عن زياده وبعمل كذا حاجه من ضمنها بعمل ايه بقلل البرميابيلتي و بقلل الفازو دايليتو البروستاجلاندين يبقى في النهايه انا بعمل حاله من الفازو طب على الكدني حاجات كتير انا مش فاهمها واحد بزود جي اف ار بزود ايه اللي هو الميه اللي بتقعد ولا انا بيبقى اصلا اتنين بقلل الفوسفيت دي ابسوربشن بقلل ايه ثلاثه فري ووتر اكسكريشن ثلاثه ايه فري ووتر اكسكريشن اربعه بصنع في المسلز انا اللي بصنع فانا المسؤول عن في البلد هزود و هزود ايه لا انا لسه في رقم واحد و طب انا هزود بس بس ايه عدد اطلع محمد اسمها ايه عدد الليمون انطاق عدد في الليمون انطاق يا عدد في الليمون استنى ها اسمها فرص كويتي ما بيحبوش الحاجات دي اسمها فرص بالله وبعدين هعمل ايه في الواي لوب سيلز؟ هتعمل ايه؟ هقللهم في الستريس انا الانتي ستريس اصل انت محتاج حاجتين انا هجيبهم لك محتاج و وعلى الابيتايت مش مهم بقى بس في الاخر عندي تندنسين ايه؟ ازود طب حد فاكر انا هزود مين ومين؟ اليورو بالتايرويد والليبتيك ودول عكس بعض بس هقلل ودوت المفروض انه بيقلل الشهيه other functions ان انا هزود لك ماده اسمها مهمه للاطفال وهم بيتولدوا ولا ويك من النهار القديم اخر فاكشنز هعملها على حسب بس لازم كميتي تبقى كبيره وعشان كده دوت هيبقى التركيز بتوع الفالم اكتر لان ده اللي هيحصل في الفالم اوعى يا ميكوشي فانا هشتغل على الكونكتيف تيشن وبالتبعية هشتغل على البون وبعدين هعمل لك ثلاثة أيام أنتي إنفلاماتوري أنتي إميو أنتي ألرجي أنتي إميون ولو سمحت ركز قوي علشان خاطر الكورتيزون بغض النظر عن تفاصيله لو اتلمى كويس خلص انا هشتغل على الكونكتيف تيشو افيد الكولاجين على الفصل بس كده تمام بس انت عارف انت بتعمل انت بتكسر الارضيه بتاعه كل الانسجه المفروض انك على الاقل الاستورج زمان ما لهاش اي لازمه فلو انت فاهم ده حسب تواصل هو الاستورج كله ايه ان كل الاورجانز عباره عن بيزمنت ميمبرين نايم عليه ليثيوم بس فهو بقى ليثيوم بقى كام طبقه عدهم بس سيمبل ولا ستاتيفايد كولومنر ولا كيوبويدال انت شغلانه مش كده هنا اصلا فانا بقول لك انا بكسر البيزمنت ميمبرين بتاع كل حاجه يبقى كل الانسجه اللي في جسمك باظت طب اشهر الانسجه هتتضرر مين؟ السكن الهير البون ولو العيان اتعور مش هيخف او بتوع الباثولوجي قالوا لك في الجنرال باثولوجي ان الهيلينج اوف وند معتمد على تصنيع كولاجين وانا بكسر الكولاجين عارف ايه السايد افكتس بتاعت الكورتيزون ولا لا؟ كيس جوافه قاعد معانا ايه مشاكل عيان الكورتيزون؟ شعره ضعيف جلده ضعيف عظمه بيتكسر ولما ياخد الكورتيزون ما بيخفش لو اتعور غير الدايبيتس ميليتس غير الهايبر تنشن غير اللي انا قلته ما بينامش بياكل كتير هتفهم لو طالع عند البون فهمت الدكتوره نورا قالت لي انا كده متوقعه المصيبه قلت لها ايه المصيبه؟ قالت لي المصيبه اوستيوبروزس
موسيم اسمه ايه؟ استيبلوز. طلع يعني استيبلوز سيانورا، قالك يعني هشاشة العظام. عطل عيانين الكورتيزون مسكويت. ليه؟ قال لك واحد انت موقف في الكولاجين. اتنين هتوقف الاوستيوبلاست. تلاتة هتعمل كالسم او هتدكريز الكالسم لابسوربشن في الكيدني. خدوا بالكم بقى عشان نعالج الشطرة نحل الاسئلة الصعبة. انت بالفسيولوجيكال ليفل بتمنع امتصاص مين؟ الفوسفيت. بس مالكش دعوه مين؟ عشان كده ما عملتش مشاكل في العظم. طب لما بدات تزيد هتبدا تمنع امتصاص الفوسفيت وكمان هتمنع امتصاص كالسيوم. يبقى كده العيان بتاعك عنده فوسفيت ولا عنده كالسيوم. ولما ناخد ان شاء الله في اخر الاندوكلاين البون هتعرف ان العظمه عباره عن كولاجين عليه كالسيوم وفوسفيت صنعه من الاوستيوبلاست. انا كده عملت ايه؟ تراكيب الثلاثه. هتعمل لك حاجه احلى بس كده معايا ما بشرت صعبه. نبدا بقى شويه مصروش. كيلو انا بتخيل معلومات كبيره طبعا. يعني انا اسف ان انا احكي لكم بصوص بس وانتوا حيتين زي ما انا وانتوا عارفين يعني ما فتحنا جهاز بس اولا يعني ايه انفلاميشن؟ التهاب. نعم يعني ايه انفلاميشن؟ التهاب. ايه؟ ده أول صفحة في البوثولوجي. ده كان صعب. كتاب الجنرال باثولوجي افتح كده بسم الله الرحمن الرحيم انفلاميشن. أيوه تيشو رياكشن تو ايردنت. إيه تيشو رياكشن تو ايردنت دوت يا دكتور أسماء؟ أفكرك عشان أنت عارفة بزيادة أفكرك أنا. كان لو دخل جسم حضرتك مادة هتعمل لك مشاكل فحضرتك بتقوم جاية على الأوعية الدموية وتبدأ تعمل فاز ودايلاتيشن وتزود البرميابيليتي صح؟ علشان ايه؟ علشان اطلع الجيش بتاعي يحارب الارتنت فتبقى معركه بقى والجسم يحمر ويخضر ويسخن وتعيا في حرب. وكان جزء اساسي من المعركه ان احنا نطلع ماده اسمها انترلوكين 1 علشان خاطر ننده للجيش. فالكورتيزون يقول لك انت مش عايز المعركه؟ لا انا حران وتعبان وسخنان وجسمي مولع ومش قادر تعبت تعبت. انا انتي هتعمل ايه يعني؟ بلاش انترلوكين 1 وبلاش فازو دايلاتيشن وبلاش زياده في البرميابيلتي. قفل مفيش معاك ألف مرة ارتحت؟ ارتحت. اخبار الارتنت ايه؟ محدش هيحاربه قلت لك هو بس انت مرتاح؟ يعني انت مرتاح ولا مش مرتاح؟ مرتاح. عشان كده احب اقول دايما ان الكورتيزون هو الساحر القاتل هو دواء يريح اي حد. انت حاجه تعبانه كان دي لك حرمه الكورتيزون دي المصيبه اللي بيعملوها الصيادله عشان يريح العيان يعملوا ايه؟ حرم الكورتيزون. ايا كان انت عندك ايه ترتاح؟ ما هو اصل المشكله مش الارتنت، اصل المشكله الحل. انت متضايق من الحل؟ باشا الكورتيزون يدوقك. بس لو انت عندك ارتنت هيخلص عليك. عشان كده ما ينفعش تدي العيان عنده انفكشن. ليه؟ لو العيان عنده انفكشن يبقى انت وقفت مقاومه الجسم لهذا الانفكشن. انما الصراحه عشان ما بقاش ظالم في امراض زي ما خدته برضه في الباثولوجي وما خدوا حسام في امراض هي انفلاميشن في الكونكتيف تيشو يعني ما فيش ارتنت ما فيش ايه؟ ارتنت انت بتديها له بقى وانت مطمن ليه؟ هتضيع الانفلاميشن وما فيش ارتنت تعمل له حاجه. طب انا عايز اخد رايكم في حاجه بعض دكاتره العظام بيعملوها بيحصل للعيانين التهاب في المفاصل اوستيوارثرايتس
والعيانين الحقيقه دول اللي لاقي انا واحد منهم ساعات بنخش في مرحله بتبقى صعبه ومفيش حاجه مريحانا يوم اي ايه طبعا انا هحقن لك كورتيزون في ركبتك اسيبه ولا ما اسيبوش؟ اسيبه في عيني اسيبه في عيني تظل هو هيريح ركبتي قوي بس هيخلص على بقيه الوظائف اللي موجوده اوعى تسيبه يعمل كده فاهمين؟ الدكاتره اللي هي سامع ان الكورتيزون بيريح ايوه بيريح بس هو ما كملش الجمله هو هيريح على حساب حاجات ثانيه شوف بقى انت هتضرب ليه الاول معايا طب الرجي يعني ايه الرجي يا دكتوره نوره؟ فالدكتوره نوره قالت لا عيب بقى الرجي دي بتاعتنا بيخش الجسم حاجه غريبه من بره ونقول عليها انتيجين تقوم ماسكه عندي عشان انا عندي حساسيه من الحاجه ديت فانتي بودي والام طالعين ماده اسمها هيستامين فابدا انا اكل الفراوله من هنا يوم الهيستامين طالع من هنا ابدا احمر واهرش او صدر يقفل انا ونصيبي بقى عشان كده عيانين حساسيه الصرف نوع من الالرجي ماشيين في الجلوم بخاف الكورتيزون ليه اباء هو اكيد الكورتيزون ملوش دعوه ولا بالانجين ولا بالانتي بودي بس انت هيخلي الهيستامين الحمد خلاص ولا كده بس برضه الدكتوره اسماء انا معاك ان الكورتيزون اكتر حاجه هتريح العيان بس هتبقي ظالمه مفتريه لو بداتي على طول تعودي العيانين بتوعك على الكورتيزون لان في لسته كبيره من البلاوي انت هتتسببي فيها ما بقولكش ما تستخدموش استخدمه لما يبقى ده اخر خط معايا يا عم سليمان ما تستسهلش في شغل اخر واحده انتي اميونيتي فقامت الدكتوره سلسبيل قالت لي على فكره انا عارفه الاميونيتي في حاجه اسمها هيومورال بتاع تي بي لينفوسايت وحاجه اسمها سيليولر بتاعت التي لينفوسايت وبنستخدم فيها انترلوكين 2 ولا انترلوكين 1 ولا 2 ولا دي ولا تي انا هفضل فرحة ملاعب العيان اللي هياخد كورتيزون افضلها ايه؟ لازم حسن عشان ما ابقاش ظالم اقول لك ان الكورتيزون دبل ايج كريب يعني ايه دبل ايج كريب؟ ما شاء الله يعني ايه بقى؟ يعني انا وانا بدي العيان بتاعي طبعا بس احيانا انا ممكن احتاج دوت لو انا زرق العيان بتاعي كلي فجهازه المناعي هيدمر الكليه فانا اللي هديله كورتيزون عشان اوقف جهازه المناعي يبقى دوت ميزه ولا عيب؟ لا هو ميزه احيانا وعيب خلاص طبعا بص على الموضوع كله لم بقى عشان احنا خلصنا الاكشنز بتاعت الكورتيزون قول لي بقى ايه الاكشنز بتاعت الكورتيزول خد نفس عميق كده عشان هتقول بوز طويله وانصحك كل يوم قاعد عشان تتعب والله لو وقفت كل ده تتعب نعم الفارماكولوجي كان لما يكون لارج بيعمل النورمال بيعمل سمول صح؟ اه طبعا يعني انت لو اديته جرعات كبيره هيقصر الكوره الحمراء ولا لا؟ اه طبعا الاكشنز بتاعت الكورتيزول ثلاث مجموعات بكميه صغيره اسمها ميسر وكميه معقوله اسمها فيسر اسمها فيسيولوجي وكميه كبيره هتبقى فارماكولوجي انا بكميه صغيره في الميسر مش انا اللي بعمل الاكشن ده هرمون ثاني بيعمل الاكشن بتاعه بس انا لازم اكون موجود انما الفيسيولوجيكال تسعه واحد ميتابوليك خمسه سيستم سي بي اس سي بي اس كدني كمان ثلاثه سيس كمان مرة معلش عشان نورة ما كانتش بتقول معانا اسمع تاني واحد ميتابوليك وبعدين خمسة سيستم سي بي اس كدني ماسل بلاد وكمان ثلاثة ستريس ابتايد وبعدين انا في الميتابوليك هل كتير بس تحت عنوان ميتابوليك وبعدين انا على السي ان اس مسؤول عن وخصوصا الكارديو فاسكولار بزود ارتيريال بلاد بريشر هتفكر ازاي؟ و 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
الفاز وغيرت الدوس تماما. طب على الكدني انا هعمل اربع حاجات، هزود بس هقلل الفوسفيت الابسوربشن، هنزل الفوسفيت في البول. ثلاثة هخلصك من الفري ووتر وبصنع في المصل، انا بصنع دم يطلع علشان بقول بلاد، انا هزود هزود مين كمان؟ بس عند نيتو فيلد عند نيتو فيلد وهقلل هارد وايت بلاد سيلز في الاستريس. انا الانتي ستريس هرمون لاني هعمل لك اللي انت عايزه اللي هو هعمل لك ايه وايه؟ وبعدين عند الابيتايت انا هزود ماده اسمها هزود ماده اسمها وهزود ماده ضدها اسمها لكني هقلل ماده اسمها ده كان بيقلل الشهيه. ففي الاند ريزلت ان الابيتايت بعد شويه تعب. طب وعلى الأدرز أنا بزود بزود إيه؟ وليا أكشنز اسمها ويك من الأرض والبوليتيكول، ليا أكشن اسمه إيه؟ ويك من الأرض. طب وبعدين بعد كده الفارماكولوجيكال أكشنز خمسة، واحد واحد بنفتش اثنين بوم ثلاثة أنتي 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 وأنتي. طب أنا على البتاع على الكونكتيف تيشو بكسر وفي العظم هعمل مصيبة اسمها أصل أنا هوقف العظم بكل الصور، واحد هكسر وهوقف وهوقع الكالسيوم هقلل امتصاص الكالسيوم، الكالسيوم هينزل في البول مع الفوسفيت ده تمام. انتي انفلاماتوري، اصل في الانفلاميشن لازم يحصل حاجتين اللي هم اسمع عادي استخدم ماده اسمها انا الكورتيزول هوقف كل الكلام دوت لاني بطل كل العوامل دي، يبقى انا هريح الانفلاميشن بس الاله تنطي خلص هو عليك. الالرجي بتحصل لما يجي الالرجي هتحصل لما يجي يمسك فيه فيطلع ماده انا كورتيزول هوقف الالرجي، ماليش دعوه بالانتيجن انتي بودي ولكني بمنع خروج انا في الاميونيتي بنوعيها، اصل نوعيها الهيومن المعتمده والسيلولر وهناك ماده اسمها انترلوكين 2. انا الكورتيزول هاجي اضرب كل الاميونيتي بكل ما فيها، ده قد يكون مفيد وقد يكون طول قصدي ده بس حرام الفان الساعه كام؟ انتوا احمد جاي النهارده صعبه؟ لا والله اللي جابوه صعبه ازاي الراجل ده؟ هقول بس الديوريشن وخلاص. لا ما انا هقول الديوريشن هقول ايه؟ هقعد بقى اطول هطول ولا امزح؟ طولتوا؟ طب وين الأمراض؟ أكثر من شبكر آخره؟ لا مو هو مو بس هاي برضه أكشن فيشينج سندروم ليه يا سامي؟ أنا مصمم أقول لك الإنجليش أنا بيتمشي محتاج تعرف أكثر اتعلم والله تأكد بس معايا كده. أنا عايز أسأل نفسي سؤال. ايه هو السؤال؟ ايه هو السؤال؟ ما أشرح ريجوليشن من الأعراض المهمة، ايه السؤال اللي هسأله نفسي؟ ايه؟ جنرال سنتر ده تحت حكم البيتيوتري؟ طب حد يجاوبني ده تحت حكم البيتيوتري ولا لا؟ اه تحت حكم بس معنى كده ان انا مش هرسم البيتيوتري الاول، انا هرسم الاول هرسم ايه؟ وبعدين بيتيوتري وبعدين بقى هرسم الاذين الكورتكس. هم جاي هنا كده كاتب هرمون اسمه ايه؟ سي ار اي ريليزنج هرمون. في انهبيتنج؟ لا في انهبيتنج؟ لا مين اللي يوم انهبيت؟ الجراد بسم الله لكن بس يوم ما ينزل البيتيوتري طلع هرمون اللي اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اس تي اتش. يوم الاس تي اتش يطلع هرمون اسمه الكورتيزول بقى. ايوه طيب الكورتيزول يقول ايه اللي طلعوه؟ شكرا شكرا. يبقى ديجريشن كام حاجه عم عمال قدامك؟ واحد
سيارة اثنين ACTH ثلاثة النيجاتيف فيدباك حلو الكلام ده هاي أربعة سيركاديان ريزم يعني ايه سيركاديان ريزم يا ميلا يعني ايه سيركاديان ريزم يعني الدنيا زي مريحة فالكورتيزول بيعلى الصبح ويقل اخر اليوم يبقى لو حضرتك دكتور شاطر لو يعني لا سمح الله وشكك ان في عيان عنده كورتيزول لازم تطلب التحليل مرتين مرة الصبح ومرة اخر النهار لان ممكن يبقى الصبح عالي واخر النهار عالي برضه يبقى كده عنده كورتيزول ليه يا عم ما هو عالي الصبح ما هو عالي الصبح العادي لكن كان المفروض على اخر اليوم يحصل له ايه بقى ما قالش يبقى كده في مشكله طب معمله بالليل بس طب افرض ان هو الصبح اعلى من الطبيعي صح اكيد يا دكتوره زينب انك عارفه ان انا لو في حاله ستريس هطلع كورتيزول كتير صح فاكر؟ ال ADH كان بيضل في الستريس اصلا انت في الستريس بيطلع CRH ويطلع معاه ال ADH يوم رايحين على دي تطلع ACTH اكتر فيطلع لك كورتيزول اكتر صح؟ صح يا فاطمه؟ فاكر الكلام ده؟ خلص الكلام لا لا معلش معلش انا كده بتكلم مع عيال كده دلوقتي فانا عايز اتكلم العيال الشاطره شويه هو الكيميكال نيتشر بتاعت السي ار اتش ايه؟ بروتين بروتين ما بيستخدم ايه؟ سكند ماسنجر السكند ماسنجر هنا ايه؟ في خلاف فوسفوليبيز سي ولا سايكليك ايه؟ بس الاي سي تي اتش ما عليهوش خلاف كل هرمونات البيتيوتري تقريبا بيستخدموا السايكليك ايه؟ بيستخدموا مين؟ ايه ده؟ بروتين كاينيز تنكر طلع يا محمد هناك سايكل ام بي يوميا بايه؟ زود البروتين كاينيز البروتين كاينيز دوت ان هو يعمل فوسفوريليشن الانزيمات مش شغاله يشغلها والانزيمات شغاله يوقفها ايه الالجوريزم؟ فاكر اول حصه لما يبقى انت محتاج كورتيزول كتير هنطلع لك الاي سي تي اتش عشان تقدر تكسر الكوليسترول اسيد هتكسره ازاي؟ هكسره بانزيم اسمه هيدروليز طب والاي سي تي اتش بيعمل ايه؟ قال لك ما الاي سي تي اتش هيطلع حاجه اسمها سايكليك ام بي يشغل لك البروتين كينيز ينشط لك الهيدروليز هوبا يكسر لك الكوليسترول اسيد بقى معاك كوليسترول كتير طلع كورتيزول فاهم حاجه يا مريم ولا خلاص؟ متنا 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 ايوه جيم طب وايه بالنسبه للطول شويه في القصه بتاع الحماس ازاي كان قبل القصه باخد كميات اكبر كميات وسط طبعا هذا الاي سي تي اتش في معلومتين كمان عنه معلومه هقولها دلوقتي ومعلومه مش هقولها دلوقتي معلومة اللي هقولها دلوقتي انه وجد هرمون اسمه الميلانوسايت ستيميوليتنج هرمون ميلانوسايت يعني هذا الهرمون قد يؤدي الى بيجمنتيشن قد يؤدي الى بيجمنتيشن وبحكي لك بكره او بعد بكره